اهلا وسهلا فيكم. ومثل ما نقول دائما يعني لتعلم طبع الثراء زين موضوع الكافيار، وبالتالي المرأة تبحث عن كل ما هو غالي ونفيس من اجل المحافظة على شباب دائم وتظل جميلة في عين الاخرين وايضا طبعا في عينها نفسها. شنو موضوع الكافيار؟ هذا اللي راح نسولف عنه لكن بعد التقرير. بعد البوتوكس والكولاجين وأصناف أخرى، تم التوصل إلى طريقة جديدة تمنح البشرة نضارة خاصة، وذلك عن طريق الكافيار، والذي يحافظ على مظهر شاب لبشرة السيدة حتى لا تبدو عليها مظاهر الشيخوخة أو الترهلات أو التجاعيد، لأن عمليات النفخ غالبا ما تجعل السيدة تفقد المثلث الذهبي للوجه، كما أنها تظهرها بمظهر أكبر سنا. لذا توصل البعض إلى مواد يتم حقنها بالوجه دون أن تؤدي إلى النفخ أو الإضرار ببشرة المرأة، ولكن تعطيها نوعا من الحيوية والرونق التي تحلم به كل السيدات، وأحياء خلايا البشرة والحفاظ عليها من الترهلات. أنا بصراحة شكلي حبيت الفكرة. خلونا نتعرف على هذا الموضوع أكثر مع استشاري جراحة التجميل الدكتور طولي النصار. صباح الخير دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا. يعني أنا شايفة الموضوع أنه حقن هذا صار جدا طبيعي بالنسبة للكثير من النساء، سواء من أبر الفاكهة اللي مثل ما يسمونها أو النضارة أو غيرها أو البوتوكس. لكن خلينا قبل لا نفوت على البوتوكس نفوت على الكافيار. شنو الفكرة وشنو يسوي بالوجه؟ مثل ما تفضلت وقلت اليوم ما في أغلى من الوجه، ما في أغلى من بشرة الوجه. اليوم قد ما الست تهتم بحالها وتعتني بحالها، إذا ما اهتمت بوجهها بضل في شيء ناقص. وقد ما نقوم بعمليات أو بأعمال جراحية وأعمال تجميلية بحاجة أحيانا لنغذي البشرة. تغذية البشرة منا بالكريمز بس ولا بالعناية من برا، لازم نهتم فيها من داخل البشرة. أكيد. من هون بيجي دور الكافيار اللي هو عم يلعب دور كتير كبير اليوم، والستات كتير بتسأل عنه ليه الكافيار وقديه الكافيار بيساعدنا. الكافيار هو بيساعدنا لنقطع مرحلة العناية بالبشرة لنحضرها أو لنحافظ عليها أو لنعالج الضرر اللي تسببه من خلال التعرض للشمس أو التعب أو السهر أو الدخان، لأنه منعرف البشرة حساسة كتير وخصوصا بشرة الوجه. واليوم نحن بمنطقة الشمس فيها قوية وعوامل خارجية كتير مؤثرة على البشرة، من هون لازم يكون عندنا أكثر من سلاح نحارب فيه الترهل، نحارب فيه الكلف اللي هو كتير بيصيب البشرة بشرة المرأة العربية. منحس أحيانا أكثر من 60% أو 70% بالعيادة عندهم مشكلة الكلف، عندهم نقص الفيتامينز، عندهم الترهل، عندهم التجاعيد اللي هي بتأذي الوجه أو بتخليه يعطي عمر أكبر، مظهر أكبر سنة. صح. اليوم يعني من أول جلسة؟ نعم. هو الكافيار هو فيتامينز ومجموعة فيتامينز بتحارب الشيخوخة مثل ما قلنا، بتأخر التجاعيد، بتحافظ على نضارة الوجه. واليوم لازم نضمها للبوتوكس وللفيلر اللي بنستعمله بالعيادة التجميلية. لازم حقن، ما يصير تابلتس يعني أسهل؟ هو في تابلتس وفي كريمز وفي حقن. بس ما في شيء بيعطي مفعول سريع مثل الحقن. حقن مثل البوتوكس لكن حقن كافيار. صح. اليوم وقت نعمل بوتوكس لنشل العضلة لنوقف التجاعيد، كنا بالسابق نستعمل بوتوكس بس لحتى نوقف التجاعيد، نوقف الإكسبريشنز على الوجه. بينما اليوم ما بنرضى بس نقوم ببوتوكس، ولكن لازم نخلق نضارة، لازم نعطي نضارة للوجه. يعني ما بيكفي نمحي التجاعيد، نمحي الإكسبريشنز على الوجه. بالعكس أنا مع يبقى شوية إكسبريشنز بس، ولكن نعطي نضارة الوجه. يعني يبقى الوجه وقت نطلع على ست نقول واو وجه شو حلو وردة. لعمره وفترة طويلة. صح. هو يخدم حوالي 6 أشهر تقريبا. 6 أشهر بس؟ أي 6 أشهر. أطول كل من البوتوكس. البوتوكس كمان 6 أشهر. اليوم إجمالا 90% بنحقنه مع البوتوكس لحتى نشيل التجاعيد، نمحي التجاعيد أو نمحي علامات الزمن التركة ونقوم بدور النضارة لحتى يضل الوجه فريش. يعني منحس أنه عم يلمع، عم يعطي نضارة، بنحس الست وقت نشوفها بنقولها شو مرتاحة شو مبسوطة. بالضبط. يعني هون النجاح العمل التجميلي. طيب يعني احنا لو نقول بشكل مبسط جدا، لو من اول جلسة المرأة اخذت هذه الحقنة، طبعا تحقن في كل اجزاء الوجه ما عدا العيون او مع العيون؟ حوالي العيون. حوالي العيون. شنو اللي راح يتغير فجأة؟ راح احس انها كأنها نايمة فترة طويلة ومريح وجهها ولا
شنو الموضوع؟ هو من أول ما نحقن لازم نعطي تقريبا شي 48 hours، شي يومين، لحتى ياخد المفعول ويتناسق مع الجلد ويبلش يتفاعل ويعطي نتيجته. من أول يوم ممكن تشوف ورم بسيط، يعني اللي هو حتى بيساعدها لحتى تاخذ مفعول اسرع. يهون اذا بيعطي نتيجه مضمونه يهون. هي الحقن. نعم، عم نحكي عن الحقن. ايوه. انا شخصيا بحب اخلطه مع مواد تانية، من فيلر، من بوتوكس، لحتى ناخذ مفعول اكبر ومفعول يدوم اكثر 6 أشهر، خصوصا اذا البشره تتعرض لدخان او لشمس قويه. من هون لازم نستعمل كميه اكبر واكثر، وفينا نستعمل على كل الوجه، يعني على الجبين، على الخدود، على الفك، على حوالي الانف، على حوالي العيون. واليوم في شيء كمان ممكن نزيد عليها، ماده الستام سيلز، الخلايا الجذعيه، اللي هي بتجدد الخلايا وبتخلي مثل ما بنعرف الخلايا بتموت وبتتغير. بينما اذا كان لها دعم تاني من خلايا تتجدد بسرعه، رح يكون المفعول كتير سريع وكتير فعال، ورح نشوف هالنتيجه على الوجه. يعني بنشوفها خلال يومين، بتشوف الست حالها، يعني وقت تطلع المرايه بتشوف انه النضاره زادت، بتشوف الكلف بلش يخف، وحتى ما بيزيد الكلف، لانه اذا ما عالجته رح يزيد. صح، طبيعي. طيب، هل في سن معين؟ ويا ترى هل ممكن للمرأة الحامل تستخدمهم؟ لأن أعرف أعتقد شنا بالبوتوكس المرأة الحامل ما مستعمل. إيه؟ لا، الحامل يعني مستحسن ما تستعمل ولا أي نوع إنجكشنز ولا أي نوع. أحيانا ما بيضر، بس ولكن يفضل عدم استعمال. السن أكيد فوق ال 18 سنة للمية. إذا كانت بتحط هالشيء حتعمر هي 100%. بس يعني ما أعتقد أن في شيء ما له آثار جانبية. ما الآثار الجانبية في استعمالها أو الجرعات الزايدة منها مثلا؟ أهم شيء نعرف إذا ما في حساسية، يعني في أحيان، لأنه الكافيار هو مواد حساسة. يعني لازم نعرف أنه هالست ما عندها حساسية على شيء تاني، ما عندها حساسية على مواد غذائية، ما عندها مثل حساسية على الأدوية. نعم، السي فودز، الاشياء اللي ما عندها حساسيه عليها. اذا ما عندها حساسيه ما في مشكل، اذا عندها حساسيه ممكن نجرب بكميه كتير خفيفه وننتظر 5 دقائق بس. اذا ما وحساسيته ورده فعله مقتصره على الانجكشن السايت، يعني على محل ما بتنعمل الابره، يعني ما عنده هالحساسيه الكبيره. اذا لقينا في حساسيه بسيطه حوالي نقطه الحقن، ساعتها بنوقف، ما بنكمل البروسيجر. بس هذا قليل جدا. سؤال اخير قبل ان انتقل حق البوتوكس، الكافيار غالي، فيا ترى الحقنه راح تكون وايد اغلى من الحقنه في البوتوكس؟ اذا كان الزوج راح يدفع الغالي يرخص لها. يعني لا، اجمالا السعر كثير اعلى من لا البوتوكس. منه كثير، لا منه مقارب كتير. يعني يعني اليوم وقت نقوم ببوتوكس ونقوم بكافيار، الكافيار ارخص من البوتوكس اذا جينا نقارنه. بس ولكن فعاليتهم مع بعضهم كثير قويه، انا بفضل يستعملوا مع بعض. يعني اليوم وقت منقوم بالبوتوكس والفيلر والكافيار ممكن نعطي نتيجة 100%، بينما منقوم بالكافيار بس يمكن نعطي 60%، أو بالبوتوكس بس. لا، من هون لازم تقولنا شو الجديد في هذا المجال.